من الأمور الصحية التي يجب أن ينتبه لها الأهل موضوع اعوجاج العمود الفقري. مراحل نمو الأطفال الجسدية والعقلية مراحل مهمة تبدأ منذ ولادة الطفل مروراً بدخوله للمدرسة حتى سن البلوغ، وكل مرحلة تتطلب الرعاية والاهتمام والانتباه لكل تغيير جسدي بسيط. دقت دراسة طبية أمريكية جديدة ناقوس الخطر من أن الحقائب المدرسية الثقيلة والمليئة بالكتب والدفاتر باتت خطراً على الصحة، حيث أنها تؤثر سلباً على سلامة وقوة ظهر الطفل، لا بل قد تعرضه لتشوهات لاحقاً إذا لم يتم الانتباه لها. الأبحاث التي أجرتها جامعة واشنطن الأمريكية أوضحت أن ما يقرب من 14,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 15 و18 اضطروا في سنة واحدة إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج نتيجة تعرضهم لإصابات متراوحة الضرر والشدة في الظهر والرقبة والعمود الفقري. ورأت الدراسة أن حمل الطلاب لأوزان ثقيلة مكدسة في حقائبهم وبالتزامن مع مرحلة نموهم خطير جداً، إذ تسبب تلك الأحمال آلاماً مزمنة في الرقبة والظهر وعجزاً وإعاقة قد يصبحان دائمين، إضافة إلى انحناء الظهر وتشوهه فيما بعد. العمود الفقري للشخص الطبيعي به انحناءات طبيعية، هذه الانحناءات هي المسؤولة عن استدارة أكتافنا، كما أنها تجعل أسفل الظهر منحنياً للأمام قليلاً. مصطلح اعوجاج العمود الفقري مصطلح وصفي وليس تشخيصياً، ويحدث عندما يتخذ الجسم أوضاعاً غير صحية في الجلوس مثلاً. تشير الدراسات والأبحاث إلى أن نحو 80% من الحالات غير معروفة الأسباب، بالرغم من وجود أسباب متعلقة بالوراثة. غالباً ما يصيب اعوجاج العمود الفقري الفتيات والأطفال قبل سن البلوغ، ويسبب تشوهاً للعمود الفقري وشكل الجسد مع تقدم العمر، كما يؤدي إلى اضطرابات الأعصاب، وفي الحالات الشديدة تتأثر الرئتان والقلب، حيث يضيق القفص الصدري للطفل ويتنفس بصعوبة، ما يؤدي أحياناً إلى الوفاة. انحناء العمود الفقري أو تقوسه لا ينتج عن حمل أشياء ثقيلة وممارسة الرياضة أو أوضاع النوم أو حتى الاختلاف البسيط في طول الطرفين السفليين. المصاب باعوجاج العمود الفقري يحتاج لمراقبة سنوية منتظمة ومتابعة طبية، فكلما تم اكتشاف الإصابة بشكل مبكر كلما كان العلاج فعالاً والنتائج إيجابية. في بعض الحالات قد تصبح المعالجة نوعاً من ترويض العمود الفقري عبر أنواع معينة من الحركات الرياضية والمعالجات الفيزيائية. يبقى أن نقول للأهل بأن ينتبهوا إلى أطفالهم عند وضعيات الجلوس وتعويدهم على الوقوف باعتدال، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة منذ الصغر خصوصاً السباحة. في هنقول نوعين للألام، في ألام نتيجة مثلاً انحرافات قوامية معينة، وفي آلام نتيجة لي زي عادات غلط بس مش موصلتش لسه لمرحلة انحراف ولا حاجة، يعني مثلا قاعدة مثلا شوية غلط بتاع. احنا هنبتدي الأول بالكلام عن الناس العادية اللي ما عندهاش مشاكل، وبعد كده هوت هندخل على الناس اللي عندها مشاكل ومجهزين صور ليها علشان تبقى أوضح للناس. نبتدي الأول. دلوقتي مثلا أغلب الناس بيبقى الوجع عندها في المنطقة بتاعت القطنية دي نتيجة مثلا القعدة اللي هي غالبا من القعدة. ليه القعدة؟ القعدة بتزود الضغط ما بين الفقرات تقريبا 11 ضعف وانا واقف. تمام، فالقعدة حاجة سيئة جدا، يعني احاول دايما يعني حتى ان انا ما اقعدش. عكس كتير مثلا من الناس فاكرة ان انا هقف كتير، لا ظهري هيوجعني. بالعكس. الحكاية كلها ايه؟ الحكاية كلها ان انا بقف كتير، فالى حد ما العضلات بتاعت اسفل الظهر بتكون منقبضة بتكون شغالة، وخصوصا لو في اوفر ويت، يعني لو في اوفر ويت بيبقى محمل على الفقرات. بالظبط، بتبقى العضلات دي شغاله. فالحكايه كلها ان انا لما باجي بقعد العضله بيحصل فيها ستريتش، فانا بستريح، لكن في الحقيقه بقى بين الفقرات الضغط بيبقى زياده قوي. تمام، فحتى لو هقعد يبقى هقعد شويه ما اقعدش كتير وبعد كده اقف تاني. احسن وضع عامه للظهر هو الوضع بتاع الركود وانا نايم، وانا نايم على جنبي بالذات. ده احسن وضع يريح الظهر. تمام، يليه وانا واقف، واخر حاجه خالص وانا قاعد لو هيعرف يمدد يمدد، لو مش هيعرف يقعد قاعده صح لفترة قليلة وبعد كده يقوم يقف تاني. يعني ايه قاعدة صح؟ يعني العمود الفقري بتاعي يكون مستقيم، مش ميل شوية لورا ولا مرجع ظهري لورا على حاجة. الحكاية دي هتزود الألم كتير قوي على ظهري. ده بالنسبة للناس اللي كده. طيب الحكاية دلوقتي لو زادت شوية، يعني لو انا كتير قوي مثلا بسوق او كتير قوي بقعد على المكتب او كتير قوي، هتبقى الحكاية الى حد ما الالتهاب بيبقى او الألم بيبقى الى حد ما شوية مزمن. تمام، حله ايه؟ تمارين بقى. اول حاجه لا ان انا ما اعملش تمارين على طول علشان ظهري ما يوجعنيش زياده. تمام.
اللي هيحصل ان انا الاول هعمل اطالات وهشتغل في يعني هحاول اعمل مساج، مش هعرف اعمل مساج، يبقى ميه سخنه علشان ظهري يفك. لما الالم يقل بقى هبتدي ساعتها ان انا هعمل ايه، ازود الاطالات شويه. طيب. هنبتدي بالاطالات اللي انا هقدر اعملها، وبعد كده اهوت هدخل اعمل نوع معين من التمارين اللي هي التمارين اللي بيحصل فيها انقباض ثابت علشان ما اثرش على ظهري، واخر حاجه هي التمارين اللي فيها ايه حركه. طيب. هنبتدي الاول بالاطالات اللي هي المرحله اللي بعد الحمام الدافي والسخن الدافي يعني والمساج. طب هبتدي بالاطالات ديت، هنام على ظهري وهبتدي ان انا اشد رجلي عليا. ممكن استخدم ايديا فيها، وممكن لو جبت فوطه وحطيتها بين ركبتي وملت اكتر شديت بيها. تمام. هفضل ثابت 20 ثانيه وريح، ممكن توصل ل 30 بعد كده اهوت. تمام. ده اول اطاله لينا. الحركه دي في حد ذاتها هتريح الظهر شويه، اسفل اسفل الظهر. تمام. بعد كده اهوت المرحله اللي بعديها هشتغل تمرينات الموبيليتي. الموبيليتي دي اللي هي ايه، الى حد ما بتعمل ليونه شويه في المفاصل، عن طريق ان انا هنام بس هستلق بقى المره دي على وشي، الركبه بتاعتي تحت الهيب بالظبط، وايديا تحت الكتف بتاعي، يعني القبضه بتاعتي تحت كتفي بالظبط، وابتدي ان انا هدور وسطي للخارج واثبت شويه، وادور وسطي للداخل واثبت شويه. دي المرحله اللي بعد الاطالات، يعني هعمل تقريبا الاطالات يعني 4 ايام اطالات، وبعد كده هو هتعمل التمرين بتاعه الموبيليتي دي تقريبا 3 ايام، وبعد كده هو هبتدي ان انا هعمل التمارين الثابته. ايه التمارين الثابته بتاعتي؟ هعمل تمرين البنك، وده من احسن التمارين للظهر والبطن. هفضل ثابت. بس التمرين ده صعب يا كابتن بالنسبه صعب بالنسبه للناس العاديه. ممكن اعمله ايه؟ ممكن اعمله وانا تاني رجلي، ده هيبقى اسهل شويه. ده هيبقى اسهل شويه. وبعد كده اهوت قدام هزود مستوى الصعوبه شويه وارفع رجلي. تمام. لو في حد كمان يعني متقدم شويه والحكايه دي بالنسبه له بقت سهله، ممكن اقف على الرجل واحده وابدل الرجل. بس ده للمتقدمين. وهعمل بجانب كده اهوت السايد بلانك، وهبتدي برده بمستوى صعوبه قليل زي وانا تاني رجلي. دايما جاي زي المفروض، الكتف تحتي الكوع بالظبط، وهثبت الجسم كله محمل على الكتف. هو الكتف ما فيهوش مشكله، احنا بنتكلم ان لو حد طبيعي وبالفعل عنده المشكله دي في ظهره. هصعب شويه بعد كده اهوت، هفرد رجلي كلها وهثبت. طبعا هعمل يمين وشمال، واليمين تبقى قد الشمال، يعني لو هشتغل مثلا 20 ثانيه هيبقى 20 ثانيه الناحيه الثانيه. تمام. ده بالنسبه للتمارين الثابته. اخر بقى حاجه بعد ما اعدي كل المراحل دي وظهري الى حد ما يبتدي يتحسن، ساعتها هعمل التمارين المتحركه. ايه التمارين المتحركه بتاعتي؟ ان انا هنام على الارض، رجلي على الارض ما بترفعش، وهطلع وانا ايديا جنبي. ده مستوى صعوبه متقدم شويه، الاسهل ان انا احطها جنب جسمي للمبتدئين، وبعد كده اطلع بالكتف ونص الجسم. مش هطلع قوي، هطلع زي ربع طلعه. تمام. مش هعمل هايبر اكستنشن قوي، يعني مش هرجع قوي كده اهوت، لا انا هطلع بس طلعه خفيفه قوي وهنزل تاني. تمام. واطلع طلعه خفيفه وهنزل تاني، عده بسيطه بالظبط. ده بالنسبه للناس العاديه اللي ما عندهاش مشاكل في ظهرها او انحرافات قوميه في ظهرها، وفي نفس الوقت ايه بيحسوا بالام. هنمشي على المنهاج اللي انا قلته. بعد كده عندنا صور ممكن هنبتدي ان احنا نشغلها، وهنشوف ايه الانحرافات القوميه بقى وهتسبب لي الم فين. في انحرافات بتسبب الم في اعلى الظهر، في انحرافات قوميه بتسببها في نص الظهر. اللي احنا عملناه ان احنا عملنا تمارين للناس اللي عندهم الام في ظهرهم مثلا من السواقه، من القعده الغلط، لكن بالفعل هم ما عندهمش اي انحراف قوامي. يعني ايه انحراف قوامي؟ يعني في العمود الفقري بتاعي المفروض بينزل على خط واحد، يعني ليه شكل في التحدبات والتقاعرات بتاعته، يعني في اماكن طالعه شويه لبره، التقاعرات نفسها بيبقى تحت بعضي بالظبط. تمام. فهم 33 فقره، ال 33 فقره دول واخدين المفروض لو احنا بصينا لهم مثلا من ورا هنلاقي ان هم نازلين خط واحد بس من الاول لغايه الاخر، يعني من اول الرقبه لغايه تحت عند الحوض نازل على خط واحد، مفيش اي ميل جانبي ولا في اي حاجه. تمام. لو بصينا له من الجنب هنلاقي فيه تحدبات وتقاعرات. يعني ايه؟ يعني هو واخد زي طبق
زي سلطانيه كده، هو من ناحيه والناحيه الثانيه العكس، واخد كيرفات معينه بالزبط. يعني تمام. فاحنا النهارده هنتكلم عن التحدب الجانبي او الانحناء الجانبي في العمود الفقري والمشاكل اللي بيعملها. اول حاجه يعني ايه تحدب جانبي؟ هو المفروض زي ما احنا قلنا هينزل خط واحد في العمود الفقري من اول لاخر. في التحدب الجانبي بياخد حرف كانه سي مثلا او اس، يعني احنا معانا صوره احنا مجهزينها ممكن نوريها للناس بالظبط. في حرف كانه سي كده اهوت في العمود الفقري. المفروض العمود الفقري الطبيعي خط واحد مستقيم زي في الصوره اللي على الشمال. الصوره الثانيه هي اللي فيها السكوليوسيس او الانحراف الجانبي للعمود الفقري. تمام. ده بيبقى له بعض التمارين المعينه اللي بتريح الظهر ولا بتاثر على حاجه زي كده؟ بتحاول لحد ما ترجع العمود الفقري للشكل الطبيعي بتاعه كعلاج يعني. بالظبط. بس اول حاجه هقول الاعراض بتاعت السكوليوسيس او الانحراف الجانبي للعمود الفقري. هلاقي ان انا عندي كتف اعلى من كتف، ودي اللي بتبقى ظاهره جدا، وده واضح احنا شايفينه قدامنا على الشاشه طبعا. بالظبط. تاني حاجه لو انا وطيت زي مثلا عندنا في الصوره الثانيه، لو انا وطيت هلاقي ان في زي الناحيه الصدريه اعلى من الثانيه. فدي حاجه ثانيه. ثالث حاجه ممكن الرجل يبقى فيها زكه شويه. هنبتدي في التمارين بتاعتها. تمام. هبتدي ساعتها ان انا اقوي الجانب اللي فيه الكتف العالي، علشان الكتف العالي ده هو اللي فيه العضلات طويله. بالظبط. الناحيه الثانيه الكتف الواطي هو اللي فيه العضلات قصيره. فهعمل ايه؟ هعمل اطاله في الاول للكتف الواطي علشان يعلى. هفرد رجليا اوسع من 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 الكتف بتاعي بشويه، وهلف الرجل لبره وهنزل اقعد عليها، واحط الساعد بتاعي ناحيه الفخذ وابتدي ان انا اميل. ده الجانب اللي فيه الكتف يعني قصير. ده انا هعمل ده من غير ما ابقى ماسكه حاجه. بالظبط. وافضل ثابت. دي اطاله. اطاله للعضلات القصيره اللي موجوده في الظهر. تمام. اللي هي الجانب اللي فيه الكتف قصير. الناحيه الثانيه بقى هعمل لها ايه؟ هعمل لها تمارين للتقويه علشان اقصر العضلات الطويله اللي هي ضعيفه اصلا. تمام. هبتدي ان انا هنام على جنبي. وافرد نفسي وابتدي ان انا هطلع ناحيه الكتف اللي هو طويل او الكتف العالي. واكرر الحكايه دي 20 تكرار مثلا او اكتر عدد من التكرارات انا هقدر اعملها. بس دي نسبه يعني العلاج بالطريقه دي بتبقى كام في الميه؟ بالظبط. هي بالنسبه للاطفال الصغيرين بتبقى الحكايه صعبه شويه. عشان بيبقى بالظبط داخله في وراثه او كذا او كذا. بس هي لو عملوا التمارين دي هتبقى احسن لهم لما يكبروا شويه. عشان في مرحله البلوغ لو فضلوا كده اهوت من غير ما يتعالجوا بتفضل حكايه مزمنه وبتزيد. فبيفضل على طول في الم في ظهره، خصوصا في اعلى الظهر في الجانب اللي فيه شد. فدي بتبقى مشكله كبيره قوي ومش هنعرف ان احنا نعالجها غير بصعوبه. تاني حاجه برده ممكن من الاوضاع الاوليه اللي انا اعملها وضع التعلق، ان انا اجيب مثلا الطفل او اجيب الشخص اللي عنده الانحراف الجانبي دوت واخليه متعلق علشان العمود الفقري ياخد مع الجاذبيه ياخد الشكل الطبيعي بتاعه. التعلق يثبت برده على قد ما يقدر 30 ثانيه او اكتر. اي حد يعني في ناس كتير قوي هم بيصلوا وهم بيقوموا مثلا من السجود او الركوع بيحسوا بطقطقه في ركبتهم. بالظبط. سواء كان سنهم صغير او كان كبير. فحاجه مهمه قوي ان الطقطقه دي ما تحصلش، وان انا احاول ان اقلل منها وان هي تروح خالص علشان ركبتي ما تحصلهاش مشكله بعدين. في نوعين من الخشونه. في خشونه بتيجي في عظم الردفه اللي هي الباتيلا، السمونه بتاعت الرجلين. دي بتيجي اكتر للشباب نتيجه ان العضلات الاماميه لرجليهم بتبقى ضعيفه. فدي حلها بسيط جدا ان انا بس اقوي العضله ذات الاربع رؤوس الفخذيه. فالحكايه دي هتروح معاهم خالص وبسهوله جدا علشان ما تتفاقمش، علشان ما تحصلش الخشونه تفضل تزيد وتعمل التهاب. بالظبط. هي بالنسبه للشباب الصغير حلها سهل جدا ان هم يعملوا يقووا العضله الاماميه فالخشونه دي هتروح. بالنسبه للكبار هتبقى الحكايه ارخم شويه علشان بيبقى المفصل نفسه بقى العظم بتاع الفيموريس والتيبيا الاثنين بيبقى السطح الغضروفي اللي ما بينهم بيبقى تاكل، فالعضلتين بيحكوا في بعض. بالظبط. فهي دي اللي بتبقى فعلا مشكله، ودي بتعمل التهاب وبتعمل الم وبتعمل مشاكل كتير قوي. دي حاجه. طيب بالنسبه للتمارين بقى. التمارين بالنسبه للشباب اللي عندهم في الردفه الخشونه هيقعد تمام فارد ظهره، هيفرد رجليه قدامه وهيعمل انقباض في الردفه. يعني هيثني العظمه دي، يحاول يخليها يشدها، يشد الفخذ بتاعه، يشد العضلات الاماميه في الفخذ بتاعه
ويرخي ويشد ويرخي. حاجه سهله جدا 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 بس هتقوي. هي حركه بسيطه ممكن ما تكونش ظاهره معانا في الكاميرا قوي. تمام. بس يعني من الشرح ممكن المشاهدين يفهموا. هي الحكايه بالظبط ممكن اعملها وانا قاعد، ممكن اعملها وانا واقف. ان هي العظمه بتاعه الباتيلا هتطلع لفوق، هشد الفخذ بتاعي، هعمل فيه انقباض ثابت. دوت كويس قوي ان هو يشد العضله. شد عضلات الفخذ بيعمل انقباض في بالظبط في الباتيلا دي بيعليها لفوق. فبيقويها، بيقوي العضله الضعيفه، فبالتالي الخشونه بتقل. تمام. نيجي للحكايه دي، دي حاجه برضو يعملوها النوعين بس. دي هتفيد اكتر في النوع الاول اللي هو بتاع الشباب. النوع الثاني هضيف كذا تمرين كمان معاه. هفرد ظهري وابتدي ان انا هطلع ورجليا مفروده، الركبه مفروده، هطلع بالرجل لفوق وانزل تاني بالراحه. هعمل تكرارات. ممكن اعمله وانا قاعد. او الاسهل ان انا اعمله وانا قاعد على كرسي. ده بيبقى اسهل كتير قوي وهو قاعد على كرسي يا كابتن، يعني يبقى فارد تمام. رجله بمعنى هيبقى اصعب يعني. بمعنى انا قاعد مثلا على كرسي. تمام. رجلي مفروضه قدامي، الثانيه متنيه، فارد ظهري، شادد الركبه بتاعتي. وهطلع بالراحه وهنزل. تمام. هطلع وهنزل. ده يبقى اسهل من الجلوس على الارض. بالظبط. هبدل في الاثنين. ده احسن كمان للظهر. تمرين بسيط ممكن اي حد يعمله، يعني اي حد بيعاني من موضوع الخشونه بس هو مش سهل بالنسبه لهم. تمام. ده تمرين اول حاجه. بعد كده ممكن ازود عليه وانا بطلع اشد المشط بتاعي لقدام وانا بنزل، هنزل يصعب التمرين أبعد. اكتر بالظبط. وبعد كده اهوت وانا شاد مشط رجليا ممكن اعمل دوائر يمين وهعمل شمال. ده في رجليا الاثنين. دي حاجه يهمني جدا بقى في كم عدى بقى يعني. طيب كل ما كانت التكرارات زياده كل ما كان احسن. يعني هجيب اخري، مش هقول مثلا ان انا هوصل ل 15 ورجليا مش تعبانه ولا انا جبت 15. لا، هجيب اعلى حاجه. يعني ممكن في ناس ممكن يعمل بدايه تكون اقل من ممكن يبقى 3 4. بس هي الحكايه يبتدي ويجيب اخر عده يقدر يعملها. يعني عده هيطلع بيها هتبقى صعبه جدا، هينزل مش هيقدر يطلع تاني. تمام. في الاثنين، ودايما يبتدي بالرجل الضعيفه، ما يبتديش بالرجل القويه علشان يبقى فيه ايه العدد. العدد اللي على اليمين زي العدد الشمال بالظبط. تمام. فالحكايه تتوزن. يهمني ان انا ما اتمرنش بالنسبه للناس اللي عندهم خشونه في الركبه في وقت الالم، يعني مش وقت الالم اعمل التمرين دوت، الالم هيزيد. يهمني في وقت ما فيهوش الم، وقت انا مستريح فيه، عضلاتي ما فيهاش الم، احطها. تمام. ولو بالظبط علشان التمرين بالم هيزود المشكله. يعني هيزود الالم مش هيزود المشكله ولا حاجه، بس بعد كده اهوت الواحد نفسيا هيبقى هيرتبط الالم بالتمرين. انا بعمل تمرين فالالم بيزيد، مش هيبقى قادر اصلا كمان يعمل التمرين بالظبط. ندخل على السيدات الحامل. تقريبا ابتدت الحكايه من 1994 في امريكا، لقوا ان حاجه كويسه جدا ان السيدات الحامل تعمل تمارين معينه مش مجهده ليها قد ما هي تمارين هوائيه فيها استمراريه بتاخد وقت طويل. فدي حاجه يعني بتقيها من ان هي يجي لها سمنه او ان هي تتخن زياده قوي، في نفس الوقت بتحسن العضلات بتاعتها، بتحسن القوه بتاعتها والتحمل بتاعها. ده بيفرق سيدات كتير ما بتبقاش مستوعبه ان هي تبقى مثلا حامل او في بيبي وتقدر تعمل تمارين. لا، هي تقدر، بس هي بتبقى من هي نفسها ان هي لا مش هتقدر، يعني هي الحركه بتبقى بالعافيه اصلا. هي قبل كل حاجه لازم الاول تستشيري الدكتور. هل فعلا التمارين دي هتنفع لها ولا لا. الدكتور قال ماشي مفيش مشكله، حاجه كويسه جدا، وده هيبقى في اغلب الستات عادي جدا ان هي تعمل التمارين دي. الدكتور قال لا مفيش مشكله، قال في مشكله لا تتجنبها. بالظبط، تتجنب التمارين ويعني وتاخد بقى باراء الدكتور هتعمل ايه بالظبط، هتمشي ازاي. تمام. تمام. طيب اول تمرين معانا ايه بقى؟ اول تمرين معانا بالنسبه للرجلين هيبقى اللانج. رجل قدام ورجل ورا. الركبه ما تعديش مشط رجلين وانا بنزل، وهنزل كاني بنزل على الرجل اللي ورا. هنزل وهطلع، هنزل وهطلع. ده اول تمرين. وهبدل بالظبط، هبدل يمين وشمال. يعني كابتن برضو تنزل على قد ما تقدر، تنزل لتحت بالظبط، بس اراعي ان الركبه دي ما تعديش مشط الرجلين كده غلط. ما تبقاش بالظبط على خط واحد وبنزل وانا ظهري مفروض وبطلع تاني. تمام. تمام. التمرين الثاني بالنسبه للرجلين، وانا قاعد هفرد الركبه وهتنيها وهتنيها. في الرجلين الاثنين يمين وشمال نفس الحكايه. تمام. ممكن استخدم مقاومه لو الحكايه سهله شويه. في ان انا احط حاجه زي استك مثلا او اربط وزن، يعني في حاجات يتقل يصعب التمرين شويه بالنسبه للسيدات كتير، تبقى الحكايه سهله.
فاحط مثلا مقاومه، المقاومه دي بالنسبه لي انا دلوقتي هتتمثل في ان هي استك. تمام، وقعت من الرجل. بيصعب صعب التمرين. ده كده بتصعب. وهنزل بالراحه خالص. بالنسبه للعضلات الخلفيه في الرجلين، هاف واطلع وهنزل وانا ساند على حاجه طبعا عشان التوازن بتاعها ما يختلش. ممكن استخدمه نفس الحكايه بمقاومه. ممكن تتمثل برده في الاستيك دوت. انا حطيت وهطلع وهنزل نفس الحكايه. اعمل الرجلين تمام. الام او مشاكل الكتف، هالتمارين مين ممكن يستفيد منها؟ مستفيدين منها ممكن يكون عندهم حالات شلل شقي نصفي او حتى رباعي، اللي عندهم مشاكل تحدد الكتف بسبب اصابات او سوء علاج، اللي عندهم مشاكل بالكتف بسبب تمارين رياضية خاطئة أو حتى عادات يومية ممكن تكون خاطئة، أو حتى ممكن بده يقوي عضلات الكتف بشكل عام. لحتى نكفي اليوم بتمارين الكتف رح نبدأ بنستعمل المنشفي. منشفي عادي، سبب استخدام المنشفي فقط بسبب خفة وزنه وسهولة استعماله. التمارين رح تكون بهالشكل هذا، رح نمسك المنشفي بشكل مستقيم، نحاول نشدها بشكل كامل، رح ننزل فيها ونطلع، نحاول نخلي الشد دائما على المنشف، ما بصير المنشف تكون مرخية أو مثنية. طبعا هذا المنشف رح تساعدنا على توازن بين اليدين، سواء اليد المريضة واليد السليمة. فازا بهالشكل كبداية، رح نحاول نرخي المنشفي في الأسفل، نطلع الأكوع إلى الجانبين، نحاول نشد المنشفي للأعلى. فازا رح تنزل نطلع. تمرين آخر ممكن يساعدنا خاصة بحالة التول، ممكن سواء على فرض أن اليد اليمين هي اليد المصابة، فإذا رح نحاول نرفع اليدين المنشفي خلف الرأس بهالشكل تنزل. بكل بساطة اليد المصابة حكما رح هو حتى عند خاصة اللي عندهم تحدد في حركة الكتف رح يعانوا من مشكلة عدم قدرة على رفع الكوع أكثر من حتى إلى مستوى الكتف، وبالتالي اليد الأخرى هي المفروض تساعدهم، فحاول قدر الإمكان رفع اليد خلف الرأس اليد السليمة ورفع اليد الأخرى بهذا الشكل. رح ننزل لحتى نلاحظ التمارين، رح ننزل تمارين الأرض. رح نبدأ بالتمارين، تذكر بالبداية ما كنا نستخدم نوحته، ما بصير نستخدم تمارين ما بصير نستخدم أبدا الأوزان إطلاقا، ولكن بعد الورم اب العمل لمده اسبوع على تمارين الورم اب فينا نبدا باوزان، ولكن اوزان جدا خفيفه. بقصد خفيفه ما كيلوغرام او حتى اقل من كيلوغرام. البعض ممكن يفكر انه زياده الوزن هي لزياده الفعاليه، هذا الامر قطعا خاطئ. عم نشتغل على عضلات كثير ضعيفه، على عضلات كثير صغيره وحساسه، وخاصه بمناطقها الحساسه وليست حساسيتها كعضله. رح نبدا بالتمرين من هالشكل هاد، رح نحاول نرفع وننزل بهدوء. في حال جلسنا بهذا الوضع ممكن التمرين تاخذ حوالي ربع ساعة. فاذا من هالش الوضعية هاي ننتقل للتمرين الآخر، فتح اليد عفوا اليد من الأسفل إلى الأعلى بهذا الشكل. هون بكون عم نحرك العضلات خصوصا العضلة الدالية من هالوضعية. رح نحس تماما بالشد بالعضلات الجانبية والعضلة الدالية. طبعا هي العضلة الدالية هي الكتف، رح نحس فيها أكيد. التمرين الآخر ممكن نسويه، بفضل نسويه بداية بدون أو بدون وزن. رح نحط اليد خلف الرأس بهالشكل، نحاول نجيبها إلى خلف الظهر، من خلف الرأس إلى خلف الظهر. رح نكرر التمرين أكثر من مرة. من بعد في حال حسينا فعلا في راحة في التمرين رح نحاول نستخدم في الأوزان. فإذا من خلف الرأس إلى خلف الظهر. هاي بعض التمارين، أكيد بعض التمارين الأخرى ممكن نسويها هي استقامة
اليد وين راح نشتغل هاي التمارين، ممكن تكون من كمرحلة أخيرة ممكن نسويها، ممكن نرفع اليد بهذا الشكل باستقامة كاملة إلى الأعلى قليلا إلى الخلف حتى نحس بالشد في الزاوية الصدرية. الزاوية الصدرية طبعا هاي الزاوية الصدرية ممكن نحس فيها، في حد شدينا اليد إلى الخلف نزل فيها بهدوء. بهذا التمرين كثير إصابات ممكن توقع بسبب خصوصا ما يسمى بالفتاء أو تمزق العضل، تمزق العضل، وذلك بسبب زيادة شدة الوزن أو حتى عدم الإحماء الكافي بالنسبة لهذه المنطقة. بتمنى تراعوا هذا الموضوع بشكل أساسي. قبل ما أحكي على آخر تمرين، أنا أحكي دائما في عندنا مشكلة بالجهاز، رح نحكي بس على موضوع التول كتمرين أخير. رفع التول بهذا الشكل كنوع من أنواع الستريتشنج، بأكد التول دائما مشدود بشكل كامل، فقط الحركة بين اليدين رح تكون باستقامة بهالشكل هذا. قبل ما أطلع بريك بدي أذكر 30 ثانية بس، بدي أذكر ليس كل تمارين ألام الكتف هي تمارين ألام عضوية، قد تكون مشكلة في الرئة، قد تكون مشاكل حتى ممكن تكون في المرارة أو مشاكل دموية. بتمنى تتأكدوا ما هي المشكلة أساسا من بعدها ننتقل للعلاج. هي العلاجات رح تكون إذا كان في مشاكل صغيرة بالمفاصل أو مشاكل عضلية أو حتى قد تكون وترية، هذه التمارين رح تكون نافعة أو علاج الإصابات بشكل عام، خصوصا الشلل الشقي أو النصفي، أي حالة من حالات الشلل اللي ممكن تتعلق بالأقدام. الحلقة الماضية طبعا تحدثنا عن بعض التمارين للذراع، اليوم عن الأقدام. بدي أذكر هذه التمارين راح تكون بعد تمارين منزلية بعد الخروج من عند من المستشفى بشكل عام. التمارين لازم تكون دقيقة، التمارين لازم تكون نتأنى فيها، صبورين عليها، صبورين على المريض اللي ممكن نعالجه فيها. الأمر قد يكون نفسي أكثر ما هو جسدي. فهذا اليوم رح نكفي بالتمارين، رح نبدأ بتمارين الكرسي. أول التمارين اللي رح تكون أسهل أنواع التمارين بالكرسي، في أمور دقيقة لازم نركز عليها، هي الكرسي ثابت على الأرض، ما لا يتحرك أبدا، الظهر دائما مستقيم ومنتصب، حتى لو اضطرينا نرفع مساند اليدين إلى الأعلى وصول لهذا الوضعية، المهم الحفاظ على ثبات الظهر. من المهم أهمية الموضوع لوضع عضلات الإرابية، عضلات أسفل البطن وعضلات أسفل الظهر في الوضعية السليمة والمناسبة للحصول على أفضل نتيجة من هذه التمارين الرياضية. فإذن أول تمارين ممكن تكون وضع القدمين بهذا الشكل، القدم المريضة تعود إلى الخلف قليلا ومن ثم إلى الوضع الأساسي، إلى الخلف والوضع الأساسي. مهمة المساعد الموجود مع المريض في المنزل هي وضع القدم في الخلف بهالوضعية هاي، ومن ثم المريض رح يكون من واجبه يوضعه يرجع على المكان الأساسي. فإذا من واجب المساعد يكون حط القدم في المنطقة الخلفية، ومن ثم المريض رح يرجع للمنطقة الأساسية فيها. بسبب الانزلاق وعدم قدرة المريض على التحكم في هذه الحركة، ممكن نستعين بأي قطعة قماشية أو بلاستيكية أو حتى مادة لزجية تحت القدم لتحسين أو لتسهيل انزلاق القدم على الأرضية. رح نظل نستمر بالعملية عدة جلسات حتى يحسن المريض يحط القدم بهالوضعية، يرفع عن الأرض ويحطها بالوضعية الأساسية بدون أي مساعدة خارجية. راح يعيد التمرين بهالشكل، راح يكون كوضعية نهائية للتمرين. التمرين الآخر الممكن نساعده هو تمرين عكسي، راح يكون وضع القدم إلى الأمام على الكعب، والمريض راح يحاول يسحبها إلى وضع الأساسي إلى الخلف. التمرين الثالث اللي راح نستفيد منه هو وضع القدم بهذا الشكل إلى الأمام، فقط رفع القدم قليلا ولو حتى بضع مليمترات سنتيمترات لا بأس، أي حركة إلى الأعلى راح تكون جدا مهمة وجدا ضرورية لهذا التمرين. التمرين التالي ممكن نستخدمه القدم بهالوضعية هاي، ضم مساعدة المريض على ضم القدمين
وابعادهم بهذا الشكل، فقط الركبتين الاقدام ثابته على الارض، واما فقط ضم الركبتين وابعادهم بهذا الشكل. طبعا هون نحن عم نحكي عن العضلات ما بين الفخذين، والعضلات جدا مهمه رغم صغرها. طبعا هي عضله التفافيه بهذا الشكل. المرحله او في المراحل القادمه ممكن نحاول معانده المريض في فتح الركبتين او حتى ضمهم. لنحط اليدين الى الخارج، طبعا هي مهمه مثل ما حكينا المساعد، وضع اليدين خارج الركبتين، والمريض راح يحاول يفتح الركبتين بهذا الشكل، ومن ثم وضع اليدين في المناطق الانسيه للركبه، والمريض راح يحاول يطبق الركبتين الى بعضهم. فازن هذه الحركه بهذا الشكل. التمرين الاخر هو رفع القدم على رؤوس الاصابع، ومن ثم رفع قليلا عن الارض، راح تكون الحركه كامله بهذا الشكل. فازن رفع الكعب ومن ثم الاصابع للقدمين بهذا الشكل. نحن هون عم نحكي عن مقاييس قد تكون مليمترات قد تكون سنتيمترات، حسب سوء حاله المريض، حسب عمره، وحسب ايضا بذكر حالته النفسيه مهمه جدا بهالامر هذا. اخر تمرين ممكن نسويه من مكان الجلوس هو رفع اصابع القدمين الى الاعلى، ومن ثم انزال ورفع الكعبين. فاذا رفع اصابع القدمين ومن ثم الكعبين بهذا الشكل. هيك نكون خلصنا من تمارين الكرسي. راح ننتقل لتمارين الوقوف. تمارين الوقوف هي تتمة لتمارين الكرسي ولكن بشكل متطور. بدي أكد هون يجب دائما وجود أحد ذوي البنية الجسدية الجيدة بجانب المريض لمساندته. المريض ممكن بأي لحظة يفقد التوازن، تخون قواه ويسقط على الأرض. لازم دائما يكون في حده حدا ماسكه متأكد من الإحكام المساكي، وبالتالي عدم سقوطه. التمارين رح تكون مثل ما حكينا نفس التمارين الماضية، القدم إلى الخلف وتقديمة إلى الأمام بهالشكل، من الأمام إلى الخلف مثل ما حكينا نفس التمارين. ومهمة المساعد هو أن يوضع القدم في الأمام، ومهمة المريض أنه يرجعها إلى وضعها الأساسي أو وضعها الطبيعي. ايضا بالنسبه لوضع العضلات ما بين الفخذين، فتح القدم واطباقه، اعاده القدم الى وضع الطبيعي. بالنسبه لكبار العمر او اللي عندهم هشاشه او ترقق في العظام، يفضل ما يعملوا هذه الحركه، وذلك خوفا على المنطقه الانسيه من الركبه، وبالتالي زياده الماده الانزلاقيه اللي ممكن نحطها تحت القدم تحدثنا عنها، ممكن تكون تحت القدم بشكل اكبر شوي لعدم حدوث احداث الأزيم. ايضا التمارين راح نكفي فيها رفع القدم من الوضعيه بهذا الشكل، رفع الكعب ومن ثم رفع اصابع القدمين ومن ثم انزالهم بهذا الشكل. ايضا نرفع اصابع القدمين ومن ثم الكعبين بهذا الشكل. طبعا قد نستطيع احداث التمارين على كلا القدمين لاشعار المريض او لتحسين صوره الحركه الطبيعيه للقدم المصابه بالنسبه للمريض. هيك خلصنا تمارين الوقوف، رح ننتقل لاخر تمرينين بالنسبه للاستلقاء. التمارين فقط لرفع الظهر الراس والاكتاف على الارض وانزال على الارض. بهالبساطة هاي رح نحس بالعضلات الإرهابية وعضلات البطن رح تشد معنا، وهذا هو المطلوب. وأيضا رفع الأقدام، التمرين الآخر هو رفع الأقدام بهذا الشكل مبادلة القدمين. من المهم تحريك العضلات الإرهابية، لأنه من المهم تحريك العضلات الإرهابية لمساعدة القدمين على الحركة بشكل جيد وفعال. بدي أذكر بأمر جدا أساسي وضروري، عدم استخدام أي نوع من أنواع الأوزان في هذه التمارين، والصبر والتأني أثناء القيام بها، والاستشارة الطبية في حال عدم معرفة أي من هذه المعلومات. اليوم راح نحكي إن شاء الله على موضوع العرق الأنسر أو عرق النساء.
طبعا امر منتشر كثير، اسبابه للاسف مجهوله ولكن اعراضه كثيره، راح احكي عنه بشكل سريع. هو اصابه تبدا الالم في بدايته في اسفل الظهر، قد ينتقل في حالات قليله لاعلى الظهر، معظم الحالات تكون في جهه واحده اليمين او اليسار ينتقل فيها الالم الى اسفل القدم من خلال من الرجل الخلفيه خلف الفخذ وخلف البطات او الكالس. هذا النوع من الالام قد تكون مبرحة أثناء الجلوس لفترات طويلة، صعود الدرجة، الوقوف لفترات طويلة. طبعا الوقوف لفترات طويلة هي ممكن تكون دقائق لا أكثر، لازم كتير ننتبه لهالموضوع، لازم نعالجه قدر الإمكان. إصابات وتأثيراته كتير ممكن تكون مؤذية بخاصة للركبة. بعض أنواع التمارين ممكن تساعدنك إذا كان كبداية نتخلص من هالألم في حال كان الموضوع متطور، بحيث أنه نرتاح من الألم قدر الإمكان. أول تمرين رح يكون معنا رح نبدأ فيه بالتقسيم بالتسلسل، بتمنى منكم تدققوا حتى على تسلسل التمارين. فإذا أول تمارين رح ناخذ القدم، أول قدم رح تكون باتجاه الجانب، القدم الأخرى مثل ما كنتم شايفين رح تكون باتجاه الأمام. فإذا بهالشكل رح نحاول ننزل لتحت بهدوء ونطلع، اثنين ونطلع، ثلاثة نطلع. بنحاول بالمرات الأخيرة أنه نحاول ننزل الهيبس لتحت، نحاول ننزل أعلى الجسم، ينزل قدر الإمكان قليلا إلى الأسفل، وبالتالي رح نحس بالشد بشكل أكبر. رح نطلع، رح نعيد التمرين لهالقدم اليمنى مرة أخيرة، رح ننزل بهذا الشكل، نحس بالشد بكامل الفخذين الخلف، نطلع. لعيد التمرين بالنسبة للقدم الأخرى بنفس الفتحة، أكيد ما منوسع الأقدام ولا من دقيقة حتى نحصل على نفس النتيجة بالنسبة لكلا القدمين. فهذا رح ننزل. هذا كان كتمرين أولي لتأهيل الجسم، تأهيل أسفل الظهر. التمرين الآخر ممكن نستفيد منه بالتأهيل، فتح القدمين قليلا أعلى وأوسع من فتحة الورك أو من مسافة الورك. رح نأخذ قدمين بهالوضعية، رح ننزل بهدوء ونطلع آخر مرة، نطلع. رح ننتقل مباشرة لتمارين الأرضية. أول تمرين رح يكون معنا، صدقا هو مانو صعب، قد يبدو للبعض أنه صعب لكن فعلا هو تمرين بسيط. رح نأخذ هالوضعية، قدم رح تأخذ هالوضعية والأخرى ممدودة بشكل كامل، رح ننزل بهالشكل. الكلوتس طبعا رح نحس بالشد فيها بشكل كبير، رح نطلع، رح بدل القدم، قدم الأخرى بهالشكل. اللي أيضا رغم سهولة هذا التمرين صراحة، اللي أيضا مستصعب هذا النوع من التمرين ممكن يسوي هذا التمرين أقل فائدة ولكن لا بأس فيه. نأخذ من هالوضعية، نحط القدم على القدم الأخرى، من بين الأقدام رح نمسك الركبة بهالوضع وننزل، نحاول نسحب القدم إلى الخلف وبالتالي رح نحس بالشد مثل ما حكينا بالكلوتس بشكل كامل. لازم هالشكل رح نغير الوضع الآخر، القدم الأخرى. من ضروري ثبات الظهر والرأس على الأرض حتى نحصل على النتيجة المرجوة من هذا التمرين وبالتالي نحس بالشد بشكل صحيح. تمرين حقيقة سحري بعد هذه التمارين، بسيط جدا وجدا فيزيائي. ممكن نأخذ الأقدام قدم بشكل مستوي، دام رح أطلع على هاي القدم، اليدين بانتصاب لمساعدة الظهر على البقاء منتصبا. رح نرفع الرأس بشكل جيد، رح نرفع الرأس لفوق وبنفس الوقت رح نرفع القدم إلى الأعلى بهالبساطة. فإذا نثبت الظهر، الصدر إلى الأمام، رح نطلع لفوق، الرأس لفوق، قدم، رح ننزل. عيد التمرين، ثلاثة، أربعة، آخر مرة، خمسة،
الفائدة واللغز بهذا التمرين أثناء رفع انتصاب الظهر ورفع الرأس إلى الأعلى، التوءات الشوكية بالعمود الفقري كاملة عم تنطغت، رفع القدم عم يدي إلى راحة العصب الوركي المسؤول عن هذه الألم.